بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة الصف الثالث الإعدادي زي الشباب، هنكمل مع بعض النهاردة الدرس الأولاني. هنحل مسائل على حاصل ضرب الديكارتي لمجموعتين غير منتهيتين. أول حاجة هنساويه بستة وسالب تلاتة، و ج بسالب اتنين وسبعة، و د بسالب واحد وستة، و ه بسالب أربعة وسالب خمسة، وعندك م بصفر وستة، و ك تسعة وصفر. يقول لي ثم اذكر الربع، يبقى لك على الشبكة المتعامدة دي هنحدد النقط، وبعدين نقول كل واحدة بتقع في انهي ربع او محور. فانت عشان تحدد الربع بتاعتك بترسم الشبكة البيانية، تيجي تشتغل بنعمل ايه؟ الشبكة البيانية كده، تمام؟ محورين متعامدين، هنا محور السينات الموجب، وهنا محور السينات السالب، ماشي؟ هنا الرأسي محور الصالات الموجب ومحور الصالات السالب، تمام كده؟ شوف الأرقام كده معايا، هنا واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، وهنا الأرقام السالبة، سالب واحد، سالب اتنين، سالب تلاتة، سالب أربعة، مفهوم؟ لما نيجي نطلع فوق بقى بناخد الأعداد الموجبة، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، وهكذا. تحت بننزل السوالب، سالب واحد، سالب اتنين، سالب تلاتة. طيب النقطة اللي عايز أحددها، أول نقطة عندي في التمرين أ بأربعة وخمسة، يبقى أقف عند الأربعة هنا واطلع لحد الخمسة واخد نقطة، يبقى أنا كده حددت نقطة إيه؟ ألف، يبقى الألف إحداثيها أربعة وخمسة، يبقى باجي عند رقم أربعة على السينات واطلع عند خمسة. النقطة اللي بعدها باء ستة وسالب تلاتة، الستة فين؟ أجي هنا عند الستة أهو من أربعة، نكمل بالمسطرة كده، أدي خمسة أدي ستة، هنا ستة أهي، وأنزل عند السالب تلاتة، السالب تلاتة هيبقى ستة وسالب تلاتة هنا، دي نقطة باء إحداثيها كام؟ ستة وسالب تلاتة، مفهومة؟ طيب النقطة اللي بعدها ج سالب اتنين وسبعة، سالب اتنين اهي وهطلع للسبعة فوق، هنا خمسة ستة سبعة، يبقى أقف عند السالب اتنين وأطلع فوق لحد السالب ايه؟ سبعة، دي نقطة ج اللي هي إحداثيها سالب اتنين وايه؟ وسبعة. د بسالب واحد وستة، سالب واحد وستة فين؟ أجي عند السالب واحد الأول كده هنا وأقوم طالع لحد الستة. نقطة د سالب واحد وستة. نقطة ه سالب أربعة وسالب خمسة، هنا السالب أربعة اهي وننزل تحت للسالب خمسة، هنا سالب تلاتة ونكمل كده بالمسطرة، هنا سالب أربعة وهنا سالب خمسة، ماشي؟ يبقى سالب أربعة وسالب خمسة، يبقى أنا هنزل هنا، أجي عند السالب أربعة وأقوم نازل عند السالب خمسة، يبقى دي نقطة إيه؟ نقطة ه اسمها سالب أربعة وسالب خمسة، ده الإحداث بتاعها. لازم المسقط الأول بينتمي للسينات والمسقط التاني للصادات، تمام؟ طيب النقطة صفر وستة، ها يبقى أنا هاجي عند الصفر وأطلع لحد إيه؟ الستة، يبقى دي نقطة مين؟ ميم، اسمها إيه؟ ميم، اللي هي إحداثيها صفر وإيه؟ وستة، مفهوم كده؟ طب النقطة اللي بعدها تسعة وصفر، هنيجي فين؟ هنكمل الخط ده ونيجي عند التسعة والصفر ونحط نقطة، يبقى هنا ستة سبعة تمانية تسعة، يبقى عند التسعة وصفر هنا على الخط، على الخط الأفقي ده تسعة وصفر، تمام؟ خلاص كده فهمناها. يبقى احنا هنذكر بقى كل واحدة الألف أربعة وخمسة، طالما الإشارة موجب وموجب تقع في الربع الأول، يبقى بناخد بالنا ده الربع الأول، هنا التاني التالت الرابع، الربع الأول بيكون إشارته موجب وموجب، الربع التاني سالب وموجب، الربع التالت سالب وسالب، الربع الرابع موجب وسالب، يبقى احنا عندنا ده أربع أرباع. يعني مثلا نقطة ألف أقول له في ربع إيه؟ ألف أربعة وخمسة، ها؟ من غير بقى شبكة بيانية، نبص الإشارات. هنا موجب وهنا موجب، يعني أربعة وخمسة بتقع في ربع نو الأول، ربع نو الأول، مفهوم؟ يبقى هنا الربع الأول. ستة وسالب تلاتة يعني موجب وسالب، موجب وسالب أهو، بص معايا كده، موجب وسالب، ده الربع نو الرابع، موجب وسالب الربع الرابع، نكتب هنا الربع الرابع. سالب اتنين وسبعة، ها سالب وموجب اهي، سالب وموجب في الربع الثاني، ده الربع الثاني سالب وموجب، يبقى هنا ده الربع الثاني. طيب سالب واحد وستة اهي برضه في الربع الثاني، مفهوم؟ سالب أربعة وسالب خمسة، سالب وسالب يبقى الربع هو الثالث، ايوه كده تمام. طيب صفر وستة، طالما عندك السينات بالصفر يبقى تقع على محور الصادات، يبقى النقطة صفر وستة أقول له تقع على إيه؟ ها محور الصادات، محور ايه؟ الصادات. طب تسعة وصفر، هنا الصاد بصفر، يبقى على محور ايه؟ السينات، محور السينات،
كده خلصنا السؤال. طيب السؤال هو اختار الإجابة الصحيحة، أي مما يأتي يقع في الربع الثاني؟ الربع الثاني ده يا شباب بتكون إشارته سالب وموجب. مين في دول إشارته سالب وموجب؟ باء. الإجابة باء. تمام. إذا كانت ألف إذا كانت النقطة ألف ناقص باء وخمسة تقع على محور الصادات. طالما تقع على محور الصادات معناها إيه؟ معناها إن السينات هتبقى بصفر. أول ما يقول لك النقطة تقع على محور الصادات يبقى السين بصفر. يعني إيه السين بصفر؟ يعني المسقط الأول ده قيمته بصفر، يبقى أنت عندك ألف ناقص باء هتبقى بإيه؟ بصفر. يبقى أنا عندي يا أولاد هنا تقع على محور الصادات يعني السين بصفر، يعني لازم تكون الألف والباء زي بعض، يبقى ألف بتساوي باء. بياخد الاختيار الأولاني. طب السؤال اللي بعده، إذا كانت النقطة خمسة وب ناقص سبعة تقع على محور السينات، أهي العكس. طالما تقع على محور السينات يبقى إحنا بنستنتج إيه؟ ها؟ بنستنتج إن الصاد بصفر. طالما قال لي تقع على محور السينات يبقى أنا هستنتج إيه؟ قول معايا إن الصاد بصفر. إن الصاد إيه يا أولاد؟ بصفر، يعني إحداث الصاد ده كله بصفر. إمتى ب ناقص سبعة تبقى بصفر؟ لو كانت ب بتساوي كام؟ فكر كده. ب ناقص سبعة أنا عايزها تبقى بصفر. أه يبقى ب بتساوي سبعة. يبقى ناخد الاختيار دي. طيب سؤال رقم أربعة، إذا كانت النقطة س وسبعة تقع على محور الصادات، فإن خمسة س زائد واحد، طالما تقع على محور الصادات إحنا اتفقنا إن المسقط الأولي بيبقى صفر، يعني الس هتبقى بصفر. يبقى هنا الس قيمتها بصفر. طب هو بيقول لي هات لي قيمة المقدار خمسة س زائد واحد، يعني خمسة في صفر زائد إيه؟ واحد، لأن أنا هعوض مكان الس بصفر. فتبقى خمسة بصفر بصفر، صفر زائد واحد بواحد. يبقى ناخد الإجابة إيه؟ الأولى. يبقى لو النقطة بتقع على محور الصادات يبقى السين بصفر. اه مكان السين بصفر في المعادلة بتاعتك. خلاص كده؟ طيب السؤال اللي بعده، وصلنا للتمرين رقم خمسة، إذا كانت سين زائد واحد والجذر التكعيبي 27 يساوي سالب واحد وص، فإن النقطة سين وص تقع في أنهي ربع؟ خد بالك أنت عندك الأول هيساوي الاول والثاني هيساوي الثاني، دي اسمها ازواج مرتبه. يعني لما نيجي نحلها بنعمل ايه؟ نعمل معادلات. فاكرين لما يقول لي ان الزوج المرتب الاول اللي هو س زائد واحد والجذر التكعيبي ل 27 بيساوي الزوج المرتب سالب واحد قص، ها فاكرين كنا بنعمل ايه؟ كنا بنقسم ايه الكراسه كده صح، وناخد المسقط الاول مع الاول والثاني مع الثاني. سالب واحد بيساوي ناقص سالب واحد، س زائد واحد بسالب واحد. جميل. والجذر التكعيبي 27 بيساوي ايه؟ ص. فيؤدي الواحد ده بعكس الاشاره هنا، فتبقى س بتساوي سالب واحد ناقص واحد، يعني س تبقى قيمتها بكام؟ 2 سالب 2. تمام. وهنا ص جذر التكعيبي 27 هيساوي ايه؟ 3. يبقى انت جبت س وص. تعالى بقى نعمل نقطه. هو بيقول لك عايز النقطه ان هي س وص. الس انت طلعتها بسالب 2 والص ب 3، يعني النقطه بقى اسمها سالب 2 و3. طب سالب 2 و3 دي سالب وموجب، يبقى تقع في الربع اللي هو الثاني. الربع الثاني بيكون اشارته سالب وموجب، يعني الس سالب والصاد بالموجب. اهي شايفينها على الشرخ البيانيه؟ اه ده الربع الثاني. الاشارات فيه المسقط عندك الاولاني بيكون سالب والثاني موجب، فانت طلعت النواتج سالب وموجب اهي، شايفها؟ يبقى تقع في الربع اللي هو الثاني. خلاص؟ طيب رقم 6، ها إذا كانت ب أقل من 3، الب كانت أصغر من 3، يعني ب أقل من 3 يعني إيه؟ أي عدد أصغر من 3، فإن النقطة 5 وب ناقص 3 تقع في الربع. يعني بيقول لك معنى الكلام عوض مكان الب هنا بأي رقم أقل من 3. أي رقم أقل من 3 زي مثلا 2، عوض كده مكان الب ب 2، يبقى 2 ناقص 3 بسالب 1، يبقى النقطة هيبقى اسمها 5 وسالب 1. لما أنت عوضت، أنت ليك الحرية تعوض بأي رقم أصغر من 3. عوضنا باثنين، عوضنا بواحد، يعني معنى الكلام كل ما تعوض بعدد اقل من ثلاثه الناتج هيكون سالب. فهنا الاشاره بتاعت الصادات هتبقى سالبه. يعني الناتج هيكون موجب وسالب، موجب وسالب تقع في الربع اللي هو ربع وموجب. بص كده موجب وسالب اهو، موجب وسالب تقع في الربع اللي هو الرابع، ربع الرابع. يبقى ناخد الربع الرابع، يبقى الاجابه د. طيب اللي بعدها رقم 8، إذا كانت النقطة أ وباء تقع في الربع الرابع، فإن أ في باء نقط. طالما تقع في الربع الرابع يبقى الإشارات إيه؟ موجب وسالب. موجب وسالب. طب موجب في سالب بيديك إيه؟ ها موجب في سالب بيديك سالب. موجب في سالب لما أضرب أ في باء هيديك عدد إيه؟ سالب. هيديك عدد إيه؟ سالب. سالب يعني الناتج هيبقى أصغر من الصفر. يبقى خد علامة أقل من
ماشي، يبقى طالما الناتج عدد سالب يعني يبقى اقل من ايه؟ من الصفر. طيب اذا كانت النقطه 2 ا و 3 ب تنتمي لسين سين شرطه، سين سين شرطه دي معناها محور السينات، طالما بتنتمي لمحور السينات معناها ان الصادات هتبقى بصفر، يعني القيمه دي كلها بصفر، يعني معنى كده ان ال ب بصفر وصفر على اي عدد بصفر. مهمة جدا. يبقى طالما النقطة بتنتمي لسين سين شرطة يبقى تقع على محور ايه؟ السينات، يعني الصادات بايه؟ ها قول الصادات بايه؟ بصفر. طالما النقطة بتقع على محور السينات يبقى الصادات بايه؟ بصفر. يبقى اقول له صفر على اي عدد بايه؟ بصفر. ماشي؟ طيب اللي بعدها رقم 10، إذا كان مقياس سين واربعة بيساوي تلاتة وصاد تربيع، والنقطة سين وصاد تقع في الربع التاني، فإن سين زائد صاد بتساوي نقطة. طالما قال لك تقع في الربع التاني يعني الإشارات لازم تكون إيه؟ سالب وموجب. فاكر؟ فاكر الأرباع؟ حاول ركز معايا عشان المسائل هنا فيها شغل، حاولوا ركزوا. هو قال لك النقطة بتقع في الربع التاني يعني الإشارة تكون سالب وموجب. طيب سالب وموجب، ها السين لازم تكون سالبة والصاد تبقى بموجب. طب أنت عندك مقياس سين بيساوي تلاتة، من الرقم السالب اللي المقياس بتاعه يديك تلاتة؟ اللي هو سالب تلاتة، يبقى السين قيمتها بسالب تلاتة. وهنا صاد تربيع بأربعة، من الرقم اللي هيتربع يديك أربعة؟ سالب أربعة، اللي هو اتنين، اتنين تربعها بإيه؟ بأربعة. من الرقم اللي هيتضرب في نفسه مرتين الرقم الزوجي اللي هو العدد الموجب يا أولاد، لأن الإشارة موجبة، ما ناخدش بقى إيه السالب، يبقى اتنين في اتنين بإيه؟ بأربعة، يبقى ناخد هنا اتنين. تمام؟ يبقى هو عايز بقى يجمع إيه؟ السين مع الصاد، السين أنت طلعتها بسالب تلاتة والصاد طلعتها باتنين، يطلع الناتج بسالب واحد. يبقى ناخد الإجابة ج، هقولها تاني يا ولاد، بص كده، أنت عندك نقطة هنا، مش أنت عندك مقياس سين بيساوي تلاتة يعني السين بتبقى تلاتة أو سالب تلاتة؟ طب إحنا خدنا السين هنا ليه بسالب تلاتة؟ لأن قال لي تقع في الربع التاني، فلازم السين تكون سالبة والصاد تبقى موجبة. فأنت أصلاً السين لها حلين، موجب وسالب تلاتة، والصاد لها حلين، موجب أو سالب اتنين، لأن موجب أو سالب اتنين لما يتربعوا هيديك أربعة. فأنت هتاخد السين السالبة وتاخد الصاد نهي الموجبة، لأن الإشارة هنا سالب وهنا إيه؟ موجب، يبقى تاخد سالب وموجب، يعني هنا سالب تلاتة واتنين، تقوم جمعهم مع بعض يديك سالب واحد. سؤال مهم جداً رقم 10 ده. تمام؟ طيب اللي بعده، إذا كانت أ أصغر من الصفر يعني الأ سالبة، والب أكبر من الصفر يعني الب موجبة، فإن النقطة التي تقع في الربع الثاني هي أنهي نقطة في دول بتقع في الربع الثاني؟ يعني أنت هتعوض مكان الأ بسالب والب بموجب. الربع الثاني بيكون إشارته إيه؟ موجب وسالب. لا الثاني، بص كده، بص يا ولاد، الربع الثاني أهو سالب وموجب. ها يعني أنت عايز لك سالب وموجب. الأولى أ سالبة والب بإيه؟ موجبة، يبقى إحنا هناخد الاختيار إيه؟ الأولاني، ده بيقع في الربع التاني لأن الألف كانت سالبة والب موجبة، هو قال لك الربع التاني يبقى سالب وموجب. فهمنا؟ طب لو خدنا هنا سالب وغيرنا الإشارة هتبقى دي موجب ودي موجب غلط، هنا سالب وهنا سالب غلط، هنا هيتغير يبقى موجب وسالب غلط، لأن الربع التاني بيكون سالب وموجب، يبقى ناخد الاختيار الأولاني. طب السؤال اللي بعده رقم 12، إذا كانت س ناقص 2 وس ناقص 4 تقع في الربع الرابع، فإن س بتساوي نقطة. ها طالما الربع الرابع، الربع الرابع الإشارة إيه؟ الرابع، بص كده، الرابع يا أولاد موجب وإيه؟ وسالب. الربع التاني كده، بص الأول موجب وموجب، التاني سالب وموجب. أنت بتعرفها إزاي؟ بتاخد الأفقي وبعدين الرأسي، يعني الأفقي هنا موجب والرأسي إيه؟ موجب، يبقى موجب وموجب. الأفقي هنا سالب والرأسي موجب، سالب وموجب. الربع التالت سالب وسالب، الربع الرابع موجب وسالب، يبقى الربع الرابع. ماشي؟ يبقى إذا كانت النقطة تقع في الربع الرابع يبقى أنت عندك لازم الإشارة تكون موجبة بتاعت السينات وإشارة الصادات تكون سالبة. تعالى بقى نعوض نشوف، أنا لو عوضت مكان السين بكام هيديني الناتج موجب وسالب. لو عوضنا بصفر، صفر ناقص 2 سالب 2 مش هيديني موجب. عوض ب 2، 2 ناقص 2 بصفر مش هيديك موجب. عوض ب 3، 3 ناقص 2 بواحد هيديك واحد. و 3 ناقص 4 يديك سالب واحد، فعلا طلع الإشارة موجب. السينات والصادات بالسالب. فهمنا؟ طيب السؤال اللي بعده، قول اللي بعدها كده، إذا كانت النقطة س ناقص 4 و2 ناقص س تنتمي، حيث س تنتمي لإيه؟ لمحور الصادات. الس بتقع على محور إيه؟ الصادات، ماشي؟ واللي تقع في الربع الثالث. طالما النقطة بتقع في الربع الثالث، خد بالك س تنتمي لص، ص اللي هو مين؟
الاعداد الصحيحه موجب العدد الصحيح موجب يعني او العدد الصحيح سالب او سالب العدد الصحيح كلها، يبقى ص ديت اللي هي الاعداد ايه الصحيحه كلها. او لو خدنا برضه ص دي كانها محور الصادات يعني يبقى موجب وسالب وصفر عادي ماشي، يعني اي رقم صحيح موجب او سالب او صفر اللي هي الاعداد الصحيحه، يبقى ص دي معناها الاعداد ايه الصحيحه سواء السالبه او الموجبه او الصفر. طب هو قال لك ايه النقطه دي كلها بتقع في الربع نو التالت. طيب طالما الربع التالت يبقى الاشارات بتاعتنا ايه سالب 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 وسالب، يبقى احنا لازم الناتج بتاعنا هيديني سالب وسالب. تعالى بقى نجرب في الاختيارات، لو عوضنا ب 2 2 ناقص 4 بسالب 2 و2 ناقص 2 بصفر مش هتطلع، انت عايز تطلع سالب وسالب. عوض ب 3 3 ناقص 4 بسالب 1 و2 ناقص 3 يديك سالب 1، يبقى تنفعت ايه ال 3، يبقى ال 3 تنفع. يبقى انت هتجرب بالارقام واللي يطلع لك الناتج سالب وسالب هتاخده، لانه قال لك ربع ايه التالت. عوض كده تاني 3 3 ناقص 4 بسالب 1 وهنا 2 ناقص 3 بسالب 1 ماشي. تعالوا نشوف السؤال اللي بعده يا اولاد، السؤال رقم 14، اذا كانت النقطه ك تربيع ناقص 4 وك تقع على الجزء السالب من محور الصادات فان ك بتساوي نقطه، يعني تقع على الجزء السالب لمحور الصادات، يعني ك دي او النقطه دي كلها على بعضها بتكون احداثيها، بص كده طالما قال لك الجزء السالب لمحور الصادات يعني اي نقطه هنا فيكون احداثيها صفر وعدد سالب ماشي، فلازم يكون الناتج الاولاني للنقطه دي يطلع بصفر والناتج يطلع سالب سالب. طب انهي رقم في دول؟ طب ما انت لو سويت ده اهي بص كده، لو سويت الكاف تربيع بص كده يا حبيبي الحل هيبقى ايه؟ تقول والله يقول بوضع كاف تربيع ناقص 4 بصفر، مش هقول لك تقع على الجزء السالب لمحور الصادات، يعني النقطه هيكون احداثيها صفر وعدد سالب، فيبقى ان الكاف تربيع بتساوي 4 يعني الكاف هتساوي ها نودي ال 4 بعكس الاشاره ناخد الجذر فتبقى موجب او سالب 2، يعني بنودي ال 4 الناحيه الثانيه سالب 4 تروح تبقى ب 4 والجذر التربيعي لل 4 موجب او سالب 2. طب هو قال لك تقع في الجزء السالب ها، يبقى هتاخد الكاف بايه؟ بسالب، يبقى هنا سالب، يبقى هناخد الناتج بتاعنا اللي هو ايه؟ سالب 2. بسيطه خالص اهي تاني، لان النقطه بتقع في الجزء السالب يعني هيكون احداثيها صفر وعدد سالب، فلازم الرقم ده الكاف ده اهو يبقى سالب، ما ينفعش يبقى ايه 2 ولا سالب 2، هيبقى على 2 يعني ما ينفعش يبقوا مع بعض، يعني يا اما 2 وسالب 2، بس احنا هناخد مين؟ الجزء السالب اللي هي سالب 2، لان انت عندك حلين في المساله، هي معادله درجه ثانيه لها كام حل؟ حلين، فانت عايز الحل اللي هو السالب، ما ينفعش بقى تاخد الموجب والسالب الاولانيه دي، فتاخد الحل الاولاني ده بس. تمام؟ السؤال رقم 17، إذا كانت أ وباء وجيم نقط فعين على الشبكة التربيعية في حائط تربيع نقط أ وباء وجيم ثم أوجد مساحة المثلث أ باء جيم. تعالوا كده نرسمها، أنت عندك مثلث أهو هترسمه، تعالى نعمل الشبكة البيانية كده، نعمل الشبكة البيانية نرسم خط المتعامدين ونعمل الإيه النقط بتاعتنا خلاص كده أهو، ونعمل خط أفقي نعمل هنا نقط 1 2 3 4 سالب 1 سالب 2 سالب 4 سالب 5 1 2 3 4 سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4 سالب 5 خلاص دي حافظها، حافظينها يا ولاد، احفظوا الشكل ده س س شرطه ص ص ايه شرطه. طيب النقطه الاولى كان اسمها ايه؟ احداثيها سالب 2 وصفر اللي هي ألف، نيجي عند السالب 2 والصفر ونحط نقطه كده، ادي نقطه ايه؟ ألف، ونقطة ب سالب 2 و3، نيجي عند السالب 2 ونطلع لمين؟ بالتلاتة، دي نقطة ب ماشي؟ طيب نقطة ج 2 و3 ها، نيجي عند الج اهي 2 ونطلع للتلاتة كده، ونوصل النقط بتاعتنا، شايفين؟ بقى مثلث قائم الزاوية. طب مساحة المثلث القائم بتساوي إيه؟ وعايز بقى المساحة ها، يبقى مساحة المثلث بتساوي نص طول القاعدة في الارتفاع من أول ب لج كام سنتي؟ هنا من سالب 2 ل 2 يعني تبقى 4، طولها 4 سنتي، الحتة لو تقيسها بالمسطرة، لو جبت المسطرة وقيستها 4 سنتي، وهنا من صفر لحد كام؟ 3 أهي 3 سنتي ماشي؟ يبقى عشان تجيب مساحة المثلث هتقول له بتساوي مساحة المثلث أ ب ج، هتقول له نص في طول القاعدة في الارتفاع، القاعدة عندك كانت ب 4
والارتفاع بثلاثة. نص الأربعة اتنين، اتنين في ثلاثة بستة، يبقى المساحة تساوي ستة وحدة مربعة. خلاص كده؟ فهمنا ولا أقولها تاني؟ أقولها تاني. بصوا معايا كده حبيبي ولا أولاد، نقطة ألف كان إحداثها إيه؟ ها؟ سالب اتنين وصفر. دي سالب اتنين وصفر، نقوم جايين عند السالب اتنين وحاطين سالب اتنين وصفر أهي، دي ألف سالب اتنين وصفر. نقطة ب سالب اتنين وتلاتة، نقوم جايين عند السالب اتنين ده وطالعين لمين؟ للتلاتة أهي، سالب اتنين وتلاتة. نقطة ج كان إحداثيها اتنين وتلاتة، يبقى هنا اتنين وتلاتة، أدي نقطة ج. أنت كده خلصت النقط. بعد كده وصلنا بالمسطرة، طلع ما عندك إيه؟ مثلث قائم الزاوية، لأن الضلعين دول متعامدين، زاوية قياسها 90 درجة، مثلث قائم، مساحة المثلث نص في طول القاعدة في الارتفاع. نص الأربعة اتنين، اتنين في تلاتة بإيه؟ بستة، طلع ستة وحدة إيه؟ مربعة. خلاص كده؟